اسمي زينة السعيد، فنانة أردنية. أعمالي الفنية مستوحاة وبتعبر كتير عن الفن الإسلامي، خاصة الإسلامك جيومتري ديزاين وكاليغرافي. بدمج ما بين الخط العربي والزخرفة الإسلامية. بستخدم بأعمالي كتير مواد مختلفة عن الرسم الاعتيادي. اخترت الفن الإسلامي ودمجه مع الخط العربي لأنه بتعبر عن أولاً تاريخ كثير قديم ومعرفة الإنسان بالفلك والنجوم، وتعبر عن علاقته مع الخالق. ومستوحى، أغلب أعمالي برضه مستوحى من الحضرة الصوفية، فبتلاقي كثير من أعمال الفنية بتركز على كلمة الله أو تكرار كلمة الله 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 أو سبحان الله أو بسم الله، وكيف بتعبر عنها الحضرة الصوفية. عبارة عن فلسفة، معرفة، شفافية، إنك تقدر تخلق جو جماعي، تظهر عندك الروح اللي هي وحدانية الوجود ووحدانية الخالق. الفكرة من فني هو دمج خلينا نحكي القديم بالجديد. الواحد يقدر يدمج الروحانية بالدنيوية ودمجها مع التكنولوجيا الحديثة المعاصرة.